شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك. أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلا عن مشروعات تطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وكذا إنشاء المراسي النهرية. حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المشترك على القارة الإفريقية.